بالنسبه للفريق استاد المغربي والعين ديالو على الصعود فماشي هي المره الاولى، فكانت منذ سنوات خالت، ثلاث سنوات الماضيه كان دائما فريق استاد المغربي قاب قوسين او ادنى من الصعود ولكن تتخون السرعه النهائيه. هذه السنه هذا حاولنا اننا ان تكون يكون عندنا النفس الطويل، بقينا اربعه ديال المقابلات، كنحتلوا الصف الثاني بعد ما احتلينا الصف الاول لدورات. ربما الرجوع ديالنا من بعد الكونفينمون اثر بعض الشيء على اللاعبين، ولو انهم استأنفوا بقاو التدريب ديالهم عن بعد، الان غادي نحاولوا لان فرصه لا تعوض، سنحاول سنعض عليها بالانجاد باش الفريق يصعد القسم الثاني احترافي، هو المكان ربما الرئيسي الطبيعي ديال هذا الفريق هذا ذو المئة سنه ديال تاسيسه. اولا لم تتم اقاله المدرب، طبيعه الحال المدرب هو الذي اقال نفسه، ماشي النتائج، ربما هو كان عنده فريق كان خسر وجه ضغط، ربما ضغط اللي وقع عليه في المقابلات الاخيره، مشى للعيون باش يلعب في العيون، الظروف كلها كانت مواتيه اللوجستيكيه ولا الرياضيه باش يلعبوا المقابله ديالو، ما لعبوا المقابله دازت في جو رياضي، الفريق خسر شيء عادي، ولكن باش يدخل المدرب لمستودعات الملابس ويقول اللاعبين وفي واحد الترفيه وواحد المعين يقول لهم انا ما بقيتش مدرب ديالكم، فهذا الشيء ربما يعاقب عليه القانون. هو اللي قال نفسه وانا اتحداه، ان تكلم مع شي واحد وقال له سير في حالاتك ولا سير ولا ما غاديش تريني بالفارغ، فهو دخل، ما يمكنش انا مربي واستاذ مع تلاميذ ديالو يدخل القسم ويقول لهم انا ما بقيتش معلم ديالكم ولا استاذ ديالكم، فهذه بدايه الفتنه وبدايه لا المسائل لا اخلاقيه اللي غادا توقع عليها في المستودع الملابس. من حسن الحظ انه كانت مجموعه ديال المسيرين اللي احتووا الموقف وبردوا اللاعبين، واللاعبين انهم كان عندهم رد فعل كذلك، وانا يمكن لك تسولهم انهم قال لك ما يقدروش يستمروا مع مدرب اللي غادي يدخل الفيستير ديال يدخل المستودعات الملابس عوض ما يبردهم ويأزرهم على الهزيمه ويشجعهم المقابلات المقبله، فهو اكبح جماحهم بهذه الكلمه ديال انني ما بقيتش مدرب ديالكم، فتمت الاقاله. احنا مكتب كنتحملوا مسؤوليتنا، فتمت الاقاله ديالو، كان خصنا نشوفوا مدرب ديال المرحله، والمدرب ديال المرحله هو السي مصطفى العسري، نظرا للتجربه ديالو اخرها الفوز ديالو بكاس العرش مع فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي، هذه كلها معطيات اللي ربما تعطي واحد النفس جديد اللاعبين والاطقم ديال استاد المغربي باش يديروا ديك القفزه النوعيه او ديك السرعه النهائيه اللي تساعدهم باش يصعدوا القسم الموالي.